جوهرة اف ام ديما معاك ديما معاك. اولا اصحح لم نقطع الحوار. اولا كنا من اقصانا من الحوار في الشوط الاول واستعمل وجودنا ذريعه لمقاطعه الحوار الوطني الذي دعاه الاتحاد العام الشرقي، واحنا كنا نعرف انه في الحقيقه ذريعه. علاش ذريعه؟ لانه ما كانش ثم رغبه في انه الحوار الوطني يتم بغطاء وتحت مظله الاتحاد العام الشرقي والمجتمع المدني، واستعمل نداء تونس كذريعه لذلك. احنا كيف شعرنا بانه الحوار هذا في الحقيقه كان فيه شويه من الحيله، وانه يقتصر على الاحزاب الممثله في التاسيسي، وان الهدف هو ان حمل هذه الاحزاب على ان تحقق نوع من الثلثين لتمرير الدستور. وشعرنا بان القضايا الجوهريه والقيميه وخاصه تنقيه المناخ ماهوش هذا الهدف، وطلب منا ان نترك هذه القضايا خاصة العنف وغيره إلى آخر بعد أن نتفق على ما هو تقني وتواريخ وانتخابات رئاسية أو تشريعية قبل أو بالزامنة أو يعني كل التفاصيل. رينا أن بدون تنقية المناخ العام في البلاد السياسي والعام والأمني، وبدون أيضا التقدم في مجال الدستور، وبدون أيضا أن نوجد الهيئة المستقلة للانتخابات، فالحديث عن تواريخ انتخابات ترينا أنه تضيع الوقت. حصة كاملة على التاريخ باش نوصلوا في الأخر إلى أنه يلزم الانتخابات تتم قبل نهاية السنة الجاية، والجميع يعرفون مسبقا أنها لن تتم قبل نهاية السنة الجاية. اعتقادك من غير منطق؟ غير وارد. إذا كان نحب نوفروا لهذه الانتخابات جميع ظروف نجاح، فكيفاش أنت توا في نهاية الجوان ما عندكش الهيئة العليا مازالت مش موجودة للانتخابات، وما عندكش القانون الانتخابي مش خالص، كيفاش باش تحقق الانتخابات هذه وعندك شطر الناخبين ما تسجلوش؟ كيفاش؟ هذه غير ممكن. إلا إذا كانت تحب تبلفط الانتخابات حاجة أخرى، ولا تحب تزيد الانتخابات، فإذا عمليا غير ممكن. أولا أنه يكون ثم عزم وإرادة بحث عن التوافق والتخلي نهائيا عن مفهوم أغلبية وأقلية، لأنه لا تليق ولا تناسب الفترات الانتقالية. هذه من صح إلا في فترة عادية خمسين وقتها أغلبية وأقلية، أما في فترة تأسيس أنه تأسيسي فالتأسيس اللي يدوم يكون إلا ما يبنى إلا على أسس صحيحة ويتوافق. الشرط الثاني التخلي النهائي عمليا ميدانيا عن كل مظاهر العنف السياسي وتشجيع العنف او التغاضي عن العنف او غض الطرف عنه. بدون هذا لا يتم النجاح في تحقيق المنافسه. والعامل الثالث هو ان ما يلزمش الاعتبارات السياسيه تكون هي فقط الشاغل الان، لازم تكون هي مع ما تنسيناش في المقتضيات والاستحقاقات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي ينتظرها الشعب التونسي. الشعب التونسي ينتظر اكثر حلول تتعلق بواقع حياته، بغلاء المعيشه، بالاستثمار، بالتشغيل، بالاهداف اللي قامت بها الثوره. مشروع الدستور الان اصدرنا موقف كاتحاد من اجل تونس فيه بعد مناقشه طويله، وسجلنا النقاط الايجابيه فيه، لكن سجلنا ايضا النقاط السلبيه الخطيره التي تفرغ من محتواه وتجعله غير موحد وغير صالح. مثلا كل ما يتعلق بالفتره الانتقاليه، الاحكام الانتقاليه الكل في الدستور، فهذه تفرغ من محتواه وتؤسس لديكتاتوريه جديده، تجعل الدستور في هذا المطاف شكلي ولا يحترم ولا يطبق، باعتبار انه عندما يقع انشاء المحكمه الدستوريه فالمحكمه الدستوريه ليس يمنع عليها ان في هذه الاحكام الانتقاليه ان تمس اي قانون من القوانين انه يقع اصدارها الان او في ظرف 3 سنوات. جوهره اف ام ديما معك ديما معك.